إذا تكلمنا عن الكلاسات رح نيجي لموضوع الـ ID Attribute أو خصائص الـ ID. استخدام الـ ID Attribute، شلون نستخدم الـ ID؟ الـ ID هو بيحدد لي ID معين أو محدد لعنصر الـ HTML، القيمة لازم تكون يونيك مميزة خلال مستند الـ HTML. الـ ID هذا الشيء نقدر نستخدمه بالـ CSS والجافا سكريبت كمان، يعني بالتنسيق والجافا سكريبت لننفذ بعض المهام على العناصر مع الـ ID معين، قيمة ID معينة محددة بالـ CSS مشان نختار العنصر مع specific ID، ID محدد. بنكتب الهاش اللي هي هاي الإشارة متبوعة باسم الـ ID أو بالـ ID of the element. يعني هون مثلا هذا المثال بنحط ستايل وبعدين بنحط الـ ID. يعني هون مثلا خلي الستايل بالبودي، خليني اشيله من هون من الهيدر وقلت له شغل. بنلاحظ انه شو سوى، عمل لي ID وعملت له تنسيق معين، بعدين استخدمت الID هون. فبالتالي لو عملت بس بارجراف بدل الهيدر، خليني اعمل بارجراف واكتب هون شيء معين whatever ايا كان الباراجراف، بدي الاي دي تبعه نفس الاي دي. هون شو صار معنا، شغل. هون شو سوى، جاب لي نفس التنسيق وحطه على الباراجراف. ملاحظة، الاي دي ممكن يستخدم لاي عنصر بالـ HTML. ملاحظة ثانية، الـ ID هو case sensitive، يعني حساس لحالة الأحرف. أيضا ملاحظة، الـ ID لازم يحتوي على الأقل حرف واحد، ولازم ما يحتوي على الـ white spaces، فراغات، يعني spaces tabs إلى آخره. الاختلاف بين الـ class والـ ID، شو هو الاختلاف بين الـ class والـ ID؟ هون سؤال مهم. الـ HTML element، عنصر الـ HTML ممكن يحتوي على عنصر، فقط عنصر واحد من الـ ID المحدد، بيعتمد على عنصر معين. بينما شو الكلاس، اسم الكلاس ممكن يستخدم بعناصر أكثر من عنصر. يعني هون مثلا الستايل حطيناه للـ ID وستايل للكلاس. شوف هذا المثال، بعدين حطينا العناصر، يعني هون مثلا عرفنا ستايل للكلاس للاي دي وعرفنا ستايل للكلاس، بعدين استخدمنا الاي دي لل يونيك اليمنت، وبعدين كلاس وكلاس وكلاس كلاس بنقدر نكرره أكثر من مرة. لو قلنا له شغل، إذا نفذه بشكل صحيح. بينما هون لو عملت الـ ID نفسه كررته ما راح يقبله. لو قلت له مثلا اتش 2 لنفس نوع العنصر ما بيقبلش نفس الـ ID. بالتالي شغل. هون شو سوى، اذا قبله. هون عندي ملاحظة، راح نيجي لموضوع التنسيقات اكثر بدورة الـ CSS. هون عندي الـ ID، هون لو غيرت له النص وخ
خليته هون اتش واحد نفس نوع العنصر، شغل يونيك إليمنت هون ملتيبل سيميلر إليمنتس، يعني أكثر من عنصر متشابه ما فيهوش مشكلة. البورك ماركس مع الاي دي واللينكس هات تكلمنا عنه سابقا، باللينكس بالروابط الاتشيميل بورك ماركس هي بتستخدم لتسمح للقارئ انه يقفز لقطع معينة اجزاء معينة من صفحة الويب. البورك ماركس مفيدة جدا بالصفحات الويب الطويلة، طويلة جدا تخليك يعني مشان تعمل بوك مارك لازم اول شيء تنشئ البوك مارك بعدين شو تحط لينك لها يعني تربطها مع لينك. لما تحط اللينك لما اللينك ينضغط مثلا الصفحة راح تعمل سكرول للموقع موقع البوك مارك او العلامة. مثال اول شيء بننشئ الاي دي، اي دي معين تكلمنا عنه سابقا المثال هذا باللينكس، بعدين بنضيف اللينك اللي هو هذا متبوع بالهاش اذا كان بنفس الصفحة، اذا كان بصفحة ثانية بنحط اللوكيشن تبع اللي بدنا اياه متبوع بالهاش اسم الاي دي، فبالتالي بيقفز لي لها. استخدام الاي دي اتريبيوت بالجافا سكريبت كمان مفيد ايضا، ممكن نوصل للعنصر عن طريق اي دي معين باستخدام الجيت element by id method. ايضا استخدام السكريبت مثلا هون شوف المثال هاد جيت element by id my header inner html اطبع لي هاي، يعني مثلا هذا المثال لو جربناه راح يعطيني alert تنبيه. نحن تكلمنا بشكل تفصيلي اكثر عن الجافا سكريبت بدورة منفصلة. هون مثلا لما نضغط على الزر مثلا بيعطيني تنبيه بالشيء المعين اللي بدي اياه، يعني هون غير لي النص غير لي اياه لشيء معين انا بدي اياه. اذا inner html راح يغير لي الاي دي ماي هيدر راح يغيره لها. طب لو بدي اغير النص الموجود بالبوتون نفسه بالنص الموجود اللي بالزر نفسه ما فيش اي مشكلة، بس بحط الاي دي داخل الزر. اذا هون اي دي بدي اياه لما اضغط الزر يغير لي النص اللي فوق ويغير لي نص تحته كمان اللي هو شو شوف هذا المثال نفسه تماما قلمت قلت قلمت باي دي هون واحد هون اثنين انر سيمل هون يو كليكد مثلا يعني مثال يو كليكد بوتون مثلا ذا بوتون يعني انت نقرت على الزر لو قلنا له شغل. لما اضغط على الزر شو راح يصير؟ راح يغير لي النص هذا وراح يغير لي النص اللي داخل البوتون نفسه. بنجرب نضغط فعلا غير لي النص اللي فوق وغير لي النص اللي داخل الزر. كمان عندي اذا هاي موضوع الاي دي بالHTML.